بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من نور الدين. نور الدين نهتدي به في حياتنا الدنيا حتى نصل إلى سعادة الإنسان في الدنيا وفي الآخرة. وفي رضا الله سبحانه وتعالى. نستمر في هذه الجدليه التي فرضت علينا من تطور عصرنا ومن تدهوره ايضا في بعض جوانبه. هيا بنا نستمع الى اسئله او بعض اسئله الحاضرين لان الوقت الحقيقه لا يكفي لكل هذا الزخم. الذي نعيشه في التعامل مع التكنولوجيا تفضل مولانا انتشر بين الشباب الفترة دي كتير من البرامج المعتمدة في مكسبها على المراهنات يعني هي بتبقى لعبة ناس بتتراهن فيها واللي بيكسب بياخد الفلوس دي فدي ايه حكمها في الشرع ما زال حكم الدين ثابت في انشاء النفسية السوية كل احكام الدين لا تريد قهرا للنفس البشريه ولا تريد ظلما بين الناس عرف العلماء الغرر الذي تشتمل عليه ما يسمى بالمقامره القمار اللي اسمه في اللغه العربيه الميسر القمار والميسر فيه تردد الامر عندي امره بيتردد بين شيئين اخوفهما اغلبهما فيقول لي انا عايز افسر الكلام ده ما فاهم واحد جه ركبنا معاه سفينه وبعدين قال لي ايه رايك انا هرمي الشبكه في الميه الشبكه اللي هرميها في الميه ديه اللي يطلع تدفع قصاده 100 جنيه قلت له طب هو يطلع قد ايه قال لي معرفش. انت تعرف قلت له لا انا معرفش انا كمان الله هو الشبكه دي ممكن تطلع فاضيه قال لي اه طبعا ممكن تطلع فاضيه قلت له يعني ما فيهاش حاجه قال لي ده ممكن تطلع فيها لا مؤاخذه يعني لا مؤاخذه فرد جازم اترمى واحد رماها في البحر ولا حاجه ولا تطلع فيها صفيحه مصديه قلت له طب انا هدفع 100 جنيه على صفيحه مصديه وعلى فرد الجزمه مهريه من وكيلها السمك قال لي يا اما كده يا اما ان انت لك 100 كيلو سمك في الرميه دي قلت له طلعت مره 100 كيلو سمك قال لي اه طلعت 100 كيلو سمك مر فيبقى أنا دلوقتي متردد بين أمرين غالبا بيطلع إيه غالبا بتترمي وتطلع فاضية تترمي وتطلع فاضية وتترمي وبعدين تطلع فيها سمكتين ثلاثة تترمي وبعدين يطلع فيها خمسة ستة عبالة سمك ما يتعود إن في حاجة هنا عايزة يسعى إلى رزقه وإلى أكله وكذا فاللي بيحصل هنا هو هو تعالى العب معايا جيم ادفع علشان لو ان العصفورة دي وقعت قم تاخد الفلوس بتاعتك وبتاع غيرك اللي قال انها ما تقعش او العصفورة ما وقعتش يبقى انت هتخسر يعني لو وقعت يبقى هتكسب ولو ما وقعتش يبقى هتخسر مشترك معايا كم واحد مئة واحد ألف واحد مليون واحد زي ما يكون ولذلك دي ممكن يكون مكاسبها هيلة مغرية لأنه لو كان كل واحد دافع دولار واحد وهم كانوا مليون على التواصل الاجتماعي يبقى إذا اللي هيكسب ده هو هيبقى مليون افرض انه عشرة قالوا هتسقط والباقي قال لا مش هتسقط فسقطت يبقى اذا العشره دول الله ده هي نفس الفكره بتاعت والعياذ بالله اللي كان زمان ايامنا احنا اللي يسبق الخيل هو انهي خيل هيكسب واللوتريه اللي بنشوفها في الافلام ابيض واسود بتاع زمان دي بيع اللوتريه يقول لك ده النمره كسبت ده قمار كله يبقى ما زال الامر على التحريم، هو ايه اللي اختلف؟ اللي اختلف المساحة واللي اختلف الإغراء، الفكرة المقابلة لكده ايه؟ اللي هي إيه عمارة الكون عن طريق الخدمة الاجتماعية، يعني مراهنات الرياضة ومراهنات علشان ايه تعملوا مراهنات الرياضة، قال علشان نعمل استاد كويس وبتاع طب الخدمة الاجتماعية هي اللي تعمل الاستاد كويس وهي اللي تنشئ الملاعب المحترمة وهي اللي, اللي تخدم المجتمع وما هي خدمة اجتماعية ازاي ولذلك أنا شايف أنه دي هي عبارة عن القمار بعينه فهي حرام نعم الشرع أجاز الحج بالإنابة أو العمرة بالإنابة نعم وحضرتك قلت أن لابد من وجود الجسد العنصري نعم ففي اشكاليه ظاهره يعني يا ريت حضرتك توضح لنا تحل لنا ظاهر الاشكال ده. الحج بالانابه خلاف الاصل يعني الاصل بتاع الشريعه انه ما ينفعش ان انا اتحمل عنك الصلاه بتاعتك. ولا ينفع ان انا اتحمل عنك الصيام بتاعك. ولا ينفع ان انا اتحمل عنك الزكاه بتاعتك. يبقى الاصل عدم النيابه جه في الحج قلنا طيب الراجل مات الراجل مات مات يعني ايه يعني غير قادر على هذا الفعل طب احنا بنقول او ولد صالح يدعو له ينفع ابنه يحج بعدما حج عن نفسه قال له لبيك اللهم عن شبرمه قال له ومن شبرمة قال له أخ لي مات ولم يحج فقال أحججت عن نفسك قال لا ده أنا بقدم أخوي عليك قال له حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة فاشترط الشرع إن هذا النائب لابد أن يكون قد وفى ما في ذمته من عباده أدي دي نمرة واحد نمرة اثنين أن يكون ذلك المتوفى لم يحج فيجيني بعض الناس يسالوا السؤال ده طب ابويا حج بس انا عايز اعمل له برضه حج تاني ما ينفعش ما هو خلاص حج ما فيش ديونه سددها عليه هسدد ايه نمره ثلاثة طب انا عايز ادعي لابويا ادعي في حجك انت انت تحج واثناء الحج اللهم هب مثل ثواب ما فعلت لابويا ولامي والخالي والخالتي كل دول عملوا الحج بتاعهم فانا اجي ادعي بوهب الثواب لهؤلاء جميعا يبقى الانابه هنا خلاف الاصل خلي بالك طيب جم قاسوا عليها بعض الحاجات المعضوب ايه المعضوب ده المعضوب ده شخص كبير في السن مش قادر يركب الطيارة لو ركب الطيارة هيموت أم يبعت عنه مندوب علشان يحج قالوا طب هو المعضوب ده اللي هو المريض اللي هو غير قادر على أن يحج ببدنه تشبهه بالمتوفى قال شبهته بالميت علشان الميت مش هيحج أبدا وده مش هيحج أبدا قالوا طيب اخوانا خلوكم معانا المحبوس او الممنوع من الخروج من البلد واحد ارتكبته الديون فقالوا له منع صفر خلاص مش منع صفر او حبسوه هل يجوز انه ينيب قالوا لا قال ابن المنذر بالاجماع شوف 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 اهميه النيابه يعني النيابه لما ابحناها للمتوفى كان خلاف الاصل فلما نيجي نقيس عليها نقيس في اضيق الحدود الفكر الفقهي شغال كده وفي اضيق الحدود مع التماثل التام المعضوب المريض الذي لا يمكن ان يحج فسيموت من غير ان يحج فهكذا فيبقى اذا ده الاجابه على السؤال بتاعه نعم اتفضل سؤال يا مولانا ان دلوقتي انتشر في ناس بتحفظ القران عن طريق النت وتاخد اجازات على كده هل دوت ياخد نفس الاجر او نفس ال... نفس البركه زي اللي بيحفظ على ايد ال... يعني شيخ بالتلقي وكده يعني تعودنا ان حفظ عشان احفظ القران اقعد كده قدام الشيخ واتلقى ويشوف حركه بقي وكده فاللي ظاهر دلوقتي ده حكمه ايه وكده لو ما هو بهذه الوسائل وعن طريق ما يسمى بالوسائل الحديثه والتطبيقات اللي مثل الزوم، الزوم ده تطبيق من تطبيقات كتيره بيبقى في اتصال من جهتين والشيخ شايف حركه شفايفي والاخطاء التي ارتكبها بنطق الخطا او المحتاج الى تصحيح وانا سمعه بالشيء الـ الـ الواضح كده يبقى اذن دي عامله زي التليفون بس اضافوا ليها الصوره يبقى عندي انا دلوقتي صوت وصوره طبعا. يبقى استطيع ان انا اقول ان تباعد الاجساد لا ينفي العقد افرض ان انا قاعد هنا في مصر والشخص اللي قدامي قاعد في امريكا وبعنا واشترينا أم يجوز ولا ينفي التعلم قلنا وقالوا ناقشنا ورد عليا فردت عليه إلى آخره فيبقى اتفاق الإرادتين أو العقد أو التعلم أو ما كان له اتجاهين يبقى يجوز استغلال هذا به نعم طيب ده طب دوت حضرتك لو هتبقى بصوت وصوره طيب لو صوت بس نفس الكلام يعني لو هل هل الصوت بس يكفي ان كفى كافى واذا لم يكفي لا يكفي هو ده كله حسب النقاء بتاع الصوت والكيفيه بتاعته ليه بقى لان الضرير ما هو بيتعلم القران من غير ما ما يبص صحيح وممكن يتعلم على يد ضرير مثله ولذلك يجوز هذا المساله كلها لما نيجي نفكر فيها بهدوء هنجدها بتحقق الغايه هل عندنا سؤال هنا تفضلي امتى اعرف ان انا واجب الوقت عليا ان انا ادخل واقتحم السوشيال ميديا وما يبقاش من الخذلان ان انا اسيب يعني زي مكاني ان انا ببلغ عن سيدنا النبي ولو ايه يعني سيدنا النبي قال بلغوا عني ولو ايه فهل واجب الوقت ان انا اقتحم وادخل وانشر الحاجات اللي انا بتعلمها ولا الافضل ليا ان انا يعني انجو بنفسي وما شاركش امتى اعرف ان انا واجب الوقت عليا ان انا ادخل واقتحم السوشيال ميديا وما يبقاش من الخذلان ان انا اسيب يعني زي مكاني ان انا ببلغ عن سيدنا النبي ولو ايه يعني سيدنا النبي قال بلغوا عني ولو ايه فهل واجب الوقت ان انا اقتحم وادخل وانشر الحاجات اللي انا بتعلمها ولا الافضل ليا ان انا يعني انجو بنفسي وما شاركش مساله القيام بالواجبات او آه الاعتزال عن آه الخلق والانكفاف على النفس مساله نسبيه تختلف من شخص لشخص آه ما دمت قادر على ان ابلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو ايه افعل هذا ولكن اذا فعلت فرايت أنني أتحمل من البلاء ما لا أطيق فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينبغي لأحدكم أن يذل نفسه قالوا وكيف يذل أحدنا نفسه يا رسول الله؟ قال يكلفها من البلاء ما لا تطيق ونصح السيدة زينب عليها السلام ام المؤمنين لما وجد عندها حبلا فقال ما هذا قالت استند اليه حينما اتعب فقال فليعبد احدكم ربه طاقته طبقا لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فان الله لا يمل حتى تملوا فالانسان لا ينبغي ان يكلف نفسه ما لا يطيق ويترك هذا التبليغ لغيره والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما اخرجه البستي في العزله يقول من خالط الناس وصبر على اذاهم خير ممن اعتزل لكنه هو ايضا يقول فيما اخرجه البخاري أنه سيأتي على الناس زمان خير مال المرء فيه غنيمات يتتبع بها شعف الجبال ومواضع القطر يفر بدينه من الفتن ده موجود وده موجود والله سبحانه وتعالى عندما الذي يريد الاعتزال في الجبال هذا محتاج إلى كيفيه معينه ونفسيه معينه وقدره معينه على تحمل هذا لانه من البلاء الشديد ان ان يذهب بغنيمات في الجبل هذا امر ليس سهلا. لكنه راى ان هذا اسلم لدينه وكذا الى اخره. وهذا لن يؤثر في بقيه المجتمع، بقيه المجتمع شغال كما هو وصابر كما هو ومستطيع ان ييسر حياته ويسير حياته كما هو اذا فالمساله نسبيه والمطلوب من الانسان الا يكلف نفسه ما لا يطيق طب اتفضلي وقولي مولانا انا دلوقتي كنت بشوف ظاهره لوالد واسرته ممكن يصلوا الجمعه او صلاه التراويح ورا التلفزيون او بيفتحوا لايف على الموبايل فهم لو هم في اي مكان يصلوا الجمعه وراه او يصلوا التراويح في رمضان فحكم حضرتك ايه الجماعه اشترط فيها العلماء عده شروط ومن ضمنها الاتصال فيجوز ان انا اصلي بالامام حتى لو تباعده في مسجد واحد الاتصال يعني ممكن مسجد يأخذ مئات الألاف يصل إلى نص مليون وأنا أصلي بصلاته فهذا جائز لأنه إمام واحد متصل وهذا يحدث في الحرم أبا أنا موجود في الفندق والتلفزيون أمامي وأصلي في جماعة المسلمين خلف الإمام وانا في مكاني ولكن انا في مكاني باتصال يعني هناك صفوف متصله بيني وبين الامام اما مطلق الراديو ومطلق التلفزيون فلا لا يتحقق فيه هذا الاتصال لانه ممكن اكون انا في الصعيد والاذاعه من مرسى مطروح يبقى ما فيش اتصال في هذا واكون انا الامام انا امامه في القبله يعني هو في مرسى مطروح وانا في قنا فانا اقرب الى الى القبله من بتاع مرسى مطروح اللي هو ورايا كانه ورايا فينقلب الامام ماموما اذا فالجماعه لها شروط والصلاه خلف المذياع او التلفزيون لا تحقق هذه الشروط فهذا دائما نرى هل تحققت الشروط من عدمه نعم تفضل مولانا حضرتك بالنسبه للسوشيال ميديا ويجب على المسلم ان يكون يعني متعايش مع الواقع المحيط حضرتك احنا بنشوف حاجات على السوشيال ميديا اولا مثلا اللايفات اللي بتبقى موجودة على, على الانترنت واحد وواحدة والاثنين موجودين وفي متابعين ليهم بكم كبير مثلا بحدود خمسة الاف عشرة الاف متابع فمن أثناء الكلام يقول لها زوجيني نفسك أو هي كذلك الأمر تقول له زوجتك نفسي ويقول لها قبلت فده حكم شرعا إيه سيدي وإن كانت مولانا إن كانت خالية من الموانع الشرعية وفي نقطة تاني كمان حضرتك بنشوفها في التلفزيون إن اتنين بيكونوا مثلا في مسلسل أو فيلم ويتكلموا برضو في موضوع الزواج أو بيتم مثلا زواج موجود وبيبقى المشهد بيتمثل إنه ده زواج القضية الأولى هي قضية العبث والهزار إذا كانوا الاثنين خاليين من الموانع الشرعية واستوفوا الشروط الشرعيه بانهما يجوز لهما الزواج هما الاثنين فهذا عبث بالمقدسات تملي الزواج يقولون عنه انه من الاسرار الالهيه يعني مساله لا يقال فيها لما يعني ليه ما عمتي؟ ليه ما خالتي؟ ليه ما امي؟ ليه ما بنتي؟ لان الله اراد هذا لان الله امر بهذا فهو مساله الهيه هذه المساله الالهيه يعبث بها العابثون بهذه الصوره الفكاهيه او المزاحيه فهذا حرام ولا يجوز القضيه الثانيه هل ينعقد هذا بالنسبه للسوشيال ميديا ليس هناك يعني مبررات لهذا الفعل ولذلك فسوف يدخلون انفسهم في ورطه قانونيه وشرعيه تستلزم الذهاب الى القاضي اللي بيحصل ده وبنحذر الا يفعل الناس هذا ويجب عليهم أن يتعاملوا مع قضية الزواج معاملة مقدسة محترمة وألا يعني يتمادوا في في هذا العبث المخل بالمروءة والمخل بالديانة أما القضية الثانية فهي قضية النص الدرامي أو المسرحي وهذا أفتى عندنا فيها الشيخ علي حسب الله وكان أستاذا للشريعة في في كليات الحقوق رحمه الله تعالى وقال نفرض ان اتنين من الممثلين متجوزين بعض وبعدين جه في النص المسرحي وقال لها انت طالق هل يقع الطلاق ولا لا يقع؟ هو ده تمثيل كل الجمهور اللي حاضر عارف انه ده تمثيل وان هو مطلعها جوه الروايه لكن بره الروايه هي مراته كان محمود المليجه الله يرحمه متجوز علويه جميل كان نور الدين نور الشريف الله يرحمه متجوز زوجته نعم بوسي وهكذا اتنين متجوزين بعض فعلا فجاء في النص المسرحي وقال أحدهم لزوجته أنت طالق فماذا نفعل فقال هذا حكاية للطلاق وليس طلاقا عامل زي إيه لما واحد يجي يقول لزوجته الراجل اللي جنبينا جارنا والعياذ بالله طلق مراته وقال لها انت طالق ها هم واقفين الاتنين في المطبخ فراح صاحبنا قال للست بتاعته انت طالق اهو بس هو قبلها قال ايه؟ الراجل جارنا والعياذ بالله عايز يديها خبر بحدوث هذه الحادثه قالوا لا يقع لماذا؟ لانه يحكي الطلاق ولا يقصد الطلاق فدي مستقره على هذا الشان لكن دي مختلفه عن بتاعه السوشيال ميديا بتاع السوشيال ميديا بيهزاروا وبيمزحوا بتاع السوشيال ميديا حتى ما عندهمش الحكايه ده قاعد بي بي بيمزح ويستهين بما هو مقدس وما هو محترم وهو العلاقه الزوجيه فدي غير دي فضلتك في بعض الاشخاص مثلا بيكونوا متواجدين خارج القطر المصري ومثلا بيحب يرتبط بحد فبيبقى هو مثلا في دوله وهي في دوله والمازوم في دوله فحكم الشرع في استخدام برامج السوشيال ميديا في عقد مجلس النكاح بشرط واحد يجوز بشرط واحد التوثيق التام لان هذا المجال دخل فيه ما يسمى بالذكاء الاصطناعي و... 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 وشككنا في التوثيق يعني ممكن يأتي ليه بجسد واحدة والراس بتاع واحدة تانية فهل ده حاصل ولا مش حاصل طب نتأكد منه إزاي يبقى نسأل بتوع التكنولوجي إيه الفرق بين الخداع وبين استعمال الذكاء الصناعي فيما نرى وما بين الحقيقه لو اننا قد اختلطت الامور يبقى بلاها يبقى ما ينفعش بس مش ما ينفعش لذاتها لا ما ينفعش لانها اكتنفها الخداع والغش والتدليس مما يقدح فيها نعم نستودعكم الله ونلتقي في حلقه اخرى ان شاء الله على خير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته